أهلا بيكم يا برج القوس. هنعمل مع بعض دلوقتي التوقعات العاطفية من منتصف شهر سبتمبر لنهاية الشهر. التوقعات دي تصلح لبرج القوس شمسي قمري صاعد وكمان فينوس الزهرة. فاللي منكم فينوس قمري أو صاعد قوس برضو القراءة دي تنفع لي. فخلينا نبتدي مع بعض القراءة ونشوف إيه الأحوال. كمان يعني القراءة دي لبرج القوس مرتبطين منفصلين وأيضا العزاب. فخلينا نشوف إيه الأخبار. خير إن شاء الله لبرج القوس خلال الفترة دي. أوكي. برج القوس، أنا شايف إنه أنت والشريك بتتعاملوا مع بعض بندية. احتمال كمان الكبير منكم تكون بتتعامل مع حد من برج القوس زيك او عنده القوس في خريطته الفلكية، لانه يعني انت شايف انه الشخص ده ضحية وانه ضيع وقتك وضحك عليك وهو كمان شايفك نفس الشخص. فكل دي تهمة كل واحد منكم بيرميها على التاني. كل واحد شايف انه التاني كان غلطة وان التاني هو اللي أذاه وان التاني هو اللي ضيع وقته وان الاخر هو اللي ضحك عليه. يعني كمان بشوف ان في طاقة مراقبة شديدة ومتبادلة ما بينكم انتوا الاتنين. هو بيراقبك بالاكتر يعني. على الرغم ان انتوا ممكن يكون دلوقتي كل واحد منكم عايش حياته وشايف مستقبله، لكن انا بشوفك انت اكثر ندما على اعطاء فرص للشخص ده. انت برضو الاكتر اللي عايش دور الضحية وباصص وراك مش باصص قدامك يعني. فبشوفك انت اكثر حزن منه. هو عارف ازاي ان هو يتبسط وعارف يعيش حياته ويتعرف على ناس جديدة، لكن انت اللي مش عارف تطلع من اللي حصل ما بينكم وما زلت عالق يعني. بس على قد ما بتقدر بشوفك ان انت بتعرف ازاي انك تعمل توازن وتتبسط. انا بشوف انه بعد فترة يعني يمكن اخر اسبوعين او حاجة ممكن بما انه بيراقبك يحاول يتواصل معاك تاني. كمان العزاب منكم انا بشوف انه في عرض زواج للعزاب، والمنفصلين الشخص ده هيحاول إصلاح العلاقة معاك وهيحاول مصالحتك وهيحاول يكون في فرصة تانية ما بينكم بعد شوية وقت يعني. خليني طيب أشوف ملائكة الحب ممكن يقولوا إيه. Unrequired love، حب غير مرغوب فيه. انت مفكر ان الشخص ده ما بقاش بيحبك وما بقاش عايزك وان خلاص حبك مش مرغوب فيه، ولكن الحقيقة في ما بينكم كيمستري وطاقة هائلة مغناطيسية بتربط ما بينكم انتوا الاتنين. فالموضوع مش زي ما انت فاكر، وانت مش ضحية يعني. اكيد طبعا دي قراءة عامة وفيها قصص كتير وفي منكم ناس فعلا ضحية وممكن الشخص ده ما يجيش، بس الأغلبكم الشخص ده هيجي وهيجدد عرضه تجاهك يعني. خليني برضو أخد لك رسالة منه ونشوف هو عايز يقول لك إيه. بيقول لك أنا شايفك المصير وإنه مهما حصل ما بيننا من خلافات أنا متأكد إنه إحنا في الآخر ملناش إلا بعض، ويعني احنا مصيرنا ان احنا نكون سوا مهما طال الزمن واحنا بعيد. انا متأكد انه هيجي يوما ما ونرتبط. في هنا طاقة برج الاسد، برج الدلو، العذراء، القوس زيكم كتير زي ما قلنا في بداية القراءة، وبرج الدلو تاني. القوس والدلو ظاهرين قوي يعني، والطاقات كلها موجودة. فخليني أشوف برضو الأنجل أنسرز هينصحوكم بإيه. يس، اللي أنت عايزه هيكون لو أنت أمنت إن هو هيكون. فخليك إيجابي
وخلي عندك ثقة إن ربنا هيحقق أمنياتك، واستعمل قانون الجذب بالطريقة دي، ويتواصل بوضوح. فمعناها إن الشخص ده هيكلمك، فحاول إنه لما يكلمك تتواصل معاه بكل وضوح. بيقولك هنا مفيش داعي للقلق، نوني توري، وإن كل حاجة هتبقى تمام. فسواء انتوا مرتبطين او منفصلين، انا بشوف ان الخلافات اللي ما بينكم دي هتتحل، خصوصا لو كنتم مرتبطين وكان في ما بينكم خلافات. اما لو انتم منفصلين من مدة طويلة، فده مش معناه برضو ان ده انفصال نهائي، حتى لو العودة طولت اكتر من اسبوعين. ولكن الشخص ده رسالته ليك ان هو عنده يقين ان انتوا هترجعوا مرة تانية. اما بخصوص العزاب، فانا بشوف ان في عرض زواج مباشر جايلكم ان شاء الله خلال الفترة دي. ففي كل الاحوال مفيش داعي للقلق، حاولوا ان انتوا تكونوا ايجابيين، ويكون عندكم ثقة في نفسكم، وثقة انه هيكون في فرصة ما بينكم وما بين الشريك اللي انتوا حطيتوا نيتكم عليه يوما ما. دي طبعا كانت قراءة سريعة. لو حابين تعرفوا تفاصيل اكتر، تقدروا تعرفوها من خلال قراءة خاصة، تقدروا تحجزوها معانا عن طريق الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع اصدقائكم. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.